سيادة الرئيس، النهاردة استقبل مرشحين الثلاثة الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية، وبصراحة موقف محترم جدا، وده مشهد احنا ما شفناهوش حتى في دول، يعني المشهد ده مش هتشوفه الا هنا، مش هتشوفه الا في مصر، وده بداية جديدة وبداية في غاية الأهمية. وكل تحية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ده كمان بيكشف كمان انت كدولة ورئيس الجمهورية، خلاص انت النهاردة زي ما نقول كده كنا مصريين، مفيش حاجة اسمها معارض، لا كلنا مصريين، ليك موقف انت حر في موقفك، لكن في الآخر في مصر، في وطن. اللي عمله الرئيس النهاردة هي دي الرسالة. وطبعا في طبعا المهندس حازم عمر اللي حصل المركز الثاني، والدكتور فريد زهران المركز الثالث، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد ايضا المركز الثالث، وبحضور المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وحوار واضح طبعا، سيادة الرئيس مع خارج معاهم بيتكلم معاهم، واضح طبعا زي مشهد جميل يا جماعة، مشهد رائع. احنا ما عندناش خلاف على الوطن، ما عندناش والله خلاف، وده واضح. حتى سيادة الرئيس بيتكلم اهو، اتكلم معاه، اتكلم مع المهندس حازم، دكتور عبد السند، دكتور فريد زهران، الكلام قدام حضراتكم. ده لقاء بالمناسبه لقاء في غايه الاهميه، لقاء له معنى، وهيكون ضيف استاذ سامح عاشور بعد شويه. ده من الحاجات المهمه قوي، ان احنا نبقى شايفين الدوله، شايفين التوجه، شايفين الجمهوريه الجديده، شايفين بدايه الست سنوات هيبقوا ازاي. دي بدايه، هذه بدايه الست سنوات القادمه، بدات النهارده اهي من دلوقتي قدام حضرتك اهو. وبرنامج امبارح اللي هو اتكلم هنعمل وهنعمل امبارح، خريطه الطريق ايضا لست سنوات بسياده الرئيس امبارح عقب اعلان النتيجه، الجلسه دي واللقاء ده وهذا التحرك، والرئيس اتكلم يشرح طبعا مهم، تبقوا عارفين كله، يبقى دنيا شايفه اهو، دنيا واضحه يا جماعه. وبعدين احنا عايزين الاحزاب تبقى قويه والله، وانا من الناس اللي بشجع الاحزاب، الاحزاب الوطنيه، احزاب اللي احنا عايزين حركه في الحياه السياسيه، عايزين تحرك في الحياه السياسيه، عايزين انفتاح، عايزين كل، يعني زي ما بقول كده مهم قوي. ست سنين اللي جايين يبقوا حاجه مختلفه تماما. سيادة الرئيس امبارح اتكلم على الحوار الوطني، الحوار الوطني عليه دور كبير جدا الفتره الجايه. اللي عمل الحوار الوطني كان مؤثر ويكمل كمان ويبقى اكتر كمان تنوعا من اللي حصل. انت مهم، الحياه السياسيه هي كده، تعدد الاحزاب بقى. احزاب يبقى في تعدد، ما بتكلمش على حزب ولا بتكلم كم حزب، يبقى عندي تعدد في الاحزاب وتنوع في الاحزاب، مش لازم كلهم يبقى حاجه واحده، مش لازم حاجه واحده. الوفد يبقى موجود وحافظ على حزب الوفد عريق، الناصري يبقى موجود، مصر الديمقراطي موجود، الغد موجود، الشعب الجمهوري موجود، وعندنا مستقبل وطن، وعندنا حماه الوطن، وعندنا المصريين الاحرار، وعندنا تحالف وطني 30 40 حزب، يعني كل الاحزاب تبقى كله موجود، كله في صالح مصر. التنوع ده كله مصر. مصر يا جماعه تتبني بينا كلنا، ومصر تتسع لينا كلنا والله، ما عدا جماعه الاخوان الارهابيه. يعني كله متاح ما عدا جماعه الاخوان الارهابيه، لان دول مش مصريين، واصلا ما لهمش علاقه بالوطن. فدول لا نتحدث عنهم، احنا بنتكلم على الوطنيين، حتى لو حد معارض للرئيس او معارض للدوله او معارض لنظام الحكم. ما عنديش مشكلة، بس زي ما اقول كده في معارضة الوطنية، وده لقاء مهم وكاشف جدا. احنا رايحين في الست سنين اللي جايين ان شاء الله، رايحين ازاي؟ في الحياة السياسية، حرص على الحياة السياسية والتنوع في الحياة السياسية. نتابع. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السادة المرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وهم السيد حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، والسيد فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والسيد عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للسيد الرئيس. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن اللقاء شهد ترحيب السيد الرئيس بالسادة المرشحين، مؤكدا تقديره لأدائهم السياسي خلال عملية الانتخابية على النحو الذي يثري التعددية والتنوع في المشهد السياسي والديمقراطي المصري، ومشيرا إلى أن النجاح الحقيقي لمصر كلها تمثل في مستويات المشاركة العالية وغير المسبوقة من المواطنين في الانتخابات، بما عكس وعي الشعب
الشعب المصري العظيم بمسؤوليته الوطنية. من جانبهم حرص السادة المرشحون الرئاسيون على توجيه التهنئة للسيد الرئيس، مشيدين بنجاح العملية الانتخابية وبالإقبال الهائل من المواطنين على المشاركة في الانتخابات بما يتفق والمصلحة الوطنية العليا، ومعربين عن خالص تمنياتهم للسيد الرئيس بالتوفيق والسداد بما يحقق مصالح الوطن التي تعد الهدف الأسمى لكافة الأطياف السياسية الوطنية، خاصة في هذا التوقيت الدقيق الذي تمر فيه المنطقة بتحديات جسيمة. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد عرض السادة رؤساء الأحزاب لرؤاهم السياسية حول كيفية تعزيز جهود التنمية الوطنية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين استمرارهم في العمل بما يخدم مصلحة مصر والمواطنين، حيث ثمن السيد الرئيس من جانبه الرؤى المطروحة، مؤكدا أن الحوار بين مختلف الأطياف السياسية في المجتمع يعد مكونا جوهريا لتطور المجتمع وسمة أساسية للجمهورية الجديدة. النهاردة استقبل وزير الدفاع اليوناني ديان ديس بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي. نتابع. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد نيكولاوس دينديس وزير الدفاع اليونان، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.